عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. والحقيقة منتخبنا للكرة الشاطئية عامل شغل ممتاز جدا في الفترة الأخيرة، وحقق مؤخرا بطولة كأس العرب بعد منافسات قوية في هذه البطولة اللي أقيمت في المملكة العربية السعودية. النهاردة منورنا نجمين من نجوم الفريق، هما هيثم عاطف ومحمد عبد النبي. صباح الفل عليكم منورنا. صباح الفل. أهلا بيكم. أهلا بيكم. صباح الهنا. وقبل ما نخش في أي تفاصيل، لو تسمحوا لنا بس نعرف الناس، لأن كنا بنتكلم أنا وكريم في النقطة دي، مش كل الناس عندها معلومة يعني إيه كرة القدم الشاطئية، ويقول لك طب هي دي رياضة بجد ولا دي حاجة للتسلية؟ للأسف لسه في ناس ما تعرفش، فممكن نبدأ نشرح الرياضه دي دخلت امتى مصر تحديدا. محمد وهيثم اللي يحب منكم يبتدي. اتفضل يا هيثم. هو لعبه كره قدم شاطئيه من 2006، وممكن الناس ما تعرفش يعني ايه كره شاطئيه، هي علشان ما فيش دوري كره شاطئيه في مصر. هو ده يعني الحظ السيء اللي هو في هنا في منتخب مصر. لو في دوري كره شاطئيه في مصر كان منتخبنا متصنف، انا كنت شايف اللي هو كان تاني اول او تاني في العالم. احنا منتخبنا متصنف في العرب، احنا اول تصنيف تالت او رابع. اوكي. وان شاء الله يعني احنا دلوقتي احنا وصلنا كاس عالم، وبعد كاس عالم ان شاء الله احنا بنفكر في كاس العالم ان شاء الله، احنا نلعب على ميداليه ان شاء الله في كاس العالم. حلو جدا. ان شاء الله. بدايتكم بقى جت ازاي مع كرة القدم الشاطئية، واشمعنى كرة القدم الشاطئية؟ يعني عادة الناس اللي بتحب تلعب كورة غالبا ما بتحب تلعب الكورة بشكلها الكلاسيكي المعهود، ايه اللي وداكوا لكرة القدم الشاطئية؟ هو احنا حضرتك يعني بداية كرة شاطئية، اكمل على كلام هيثم، احنا كرة شاطئية من 2005 2006 بدأت، بس يعني كرة الشاطئية في مصر مش واخدة اهتمامها خالص. هي كده بدأت متأخر نسبيا. طبعا 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 طبعا. عايز اقول لحضرتك اللعبة دي بره مصر في حته ثانيه خالص، يعني حتى عندي في الدول العربيه اللعبه واخده اهتمام رهيب، اهتمام رهيب جدا، جماهيريه عظيمه. احنا لعبنا 5 كاس عالم قارات في دبي، طبعا ما حدش في مصر يعرف عننا حاجه. احنا واخدين مرتين رابع في كاس عالم قارات، واخدين برونزيه في دوره العاب اولمبيا بحر ابيض متوسط، واخدين فضيه في ايطاليا بسكارا، برضو ما حدش يعرف عننا حاجه. الحمد لله لسه صاعدين كاس عالم اول مره في التاريخ من 17 سنه اللعبه، بقى لها 17 سنه في مصر اول مره نصعد كاس عالم، الحمد لله ربنا كرمنا. بعد كده رجعنا من صعودنا لكاس العالم ربنا كرمنا بطل العرب بفضل الله. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني زي ما بقول كده بننحت في الصخر، اللي هو حضرتك ما فيش دوري، يعني جهود رهيبه رهيبه ان احنا نعمل الانجازات دي كلها بفضل من ربنا علينا. طبعا بنحمد ربنا على التوفيق. في سكارا مدينه جميله طبعا طبعا، حاجه زي المعموره زمان، يعني هو اقرب يمكن للمعموره والمنتزة زمان، جميله تحس فعلا ان هي حاجه كده فاني، يعني حاجه بس بصراحه الحمد لله يعني ربنا كرمنا الحمد لله وشكر لله. احنا بس الموضوع كله ان احنا ما عندناش دوري، فهو ده اللي مصعب الموضوع، ان احنا لعيبه بنجيبها يعني الجهاز الفني طبعا بنشكره على المجهود اللي بيعمله، بيجيب لعيبه من الملعب ال11 ولعيبه من الملعب من الدوري الخماسي كره قدم الصالات، وبيبدا يدمج بين اللعيبه ديت. بعدين بنعمل يعني. بالظبط كده. وبعدين تبص لحضرتك بقى ايه، عايز تشتغل تكتيك، وعايز تشتغل احساس الرمله، وعايز تتاقلم على الرمله، فهو الموضوع بالظبط كده. بس الحمد لله يعني مع الممارسه ومع الخبرات، احنا الحمد لله انا ليا 10 سنين في منتخب مصر كره شاطئيه بفضل الله الحمد لله، والحمد لله ربنا كرمنا يعني الحمد لله. طب ممكن اسالكم حاجه؟ يعني بنتكلم عن رياضه انتوا اخترتوها وهي اصلا مش واخده الدعم الاعلامي ولا حتى هنقول الدعم المجتمعي او غيره، وفي نفس الوقت انت في اتحاد اصلا، يعني انتوا تابعين الاتحاد المصري لكره القدم ده بقاله كام سنه تحديدا؟ انت متكلم من الاتحاد المصري بقى لهم؟ لا احنا بنتكلم على تبعيتكم ليه من اول ما اتعملت اللعبه. من اول ما اتعملت اللعبه. طيب انت بتتكلم 17 سنه في مصر. بالظبط. من 17 سنه لحد دلوقتي انتوا مش شايفين ان الرياضه دي بتاخد حقها، ليه اخترتوها؟ وده تكمله لسؤال كريم. وتاني حاجه، من وجهه نظركم فين الازمه؟ هل هي ازمه اعلام، ولا الازمه ازمه اهتمام، ولا الازمه ازمه اتحاد، ولا الازمه ازمه ايه؟ لان انا شايفه ان انتوا بتحققوا بطولات فدفنتلي دي متغطيه، فين المشكله؟ هو حضرتك الازمه ازمه زي ما حضرتك بتقول، الازمه ازمه اعلام. اما حضرتك الانجازات دي كلها واحنا لسه راجعين من بطوله عربيه واخدينها وصعدنا كاس عالم، ما نشكر حضراتكم طبعا الاول اللي انتوا يعني مع كل الالعاب بامانه. ده دورنا طبعا. انا متابع البرنامج بامانه بكل الالعاب،
يعني تكريم العاب فرديه، العاب جماعيه، كل الالعاب. اشكرك. احنا يعني كنا عندنا عشم في ربنا ان احنا نيجي نلاقي الاستقبال حاجه ثانيه. في مصر في مصر بالظبط. احنا راجعين البطوله العربيه، بطوله رسميه. صحيح. بطوله رسميه، احنا كان عندنا عشم في ربنا ان احنا الاستقبال كان يبقى حاجه ثانيه. بس ان شاء الله احنا نوعد الناس ان احنا منتخبنا كمنتخب الكره الشاطئيه، احنا بنعتبر نفسنا ان احنا اسره. مش منتخب، احنا كلاعيبه كلنا احنا اسره واحده، وده اللي مخلينا ان احنا نحب بعض. يعني احنا بنحب بعض، احنا اللعيبه دي يعني بالنسبه لنا احنا يعني بتشوفوهم اكتر من افراد في العيله عندكم. اكتر ما في العيله بالظبط. ما كانتش المحبه دي حاضره وبقوه، ما كنتوش هتحققوا النجاحات. هو ده اساس النجاح. يعني احنا مع الجهاز الفني اللي موجود حاليا بنحس ان احنا فعلا مش جهاز فني ولعيبه ولا خالص، بره الملعب وجوه الملعب حتى تحس ان احنا يعني ايه في بينا ترابط غريب، لان احنا على طول معسكرات، لان احنا لو ما عملناش معسكرات مع اللعبه ديت مش هننجح في اي حاجه. وانتوا بالمناسبه يعني عشان برضو ناخد خلفيه كده عنكم، طبيعه اشغالكم، طبيعه دراساتكم، سواء الدراسه ليها علاقه بالرياضه او لا. هو احنا يعني احنا الاغلبيه عندنا في المنتخب كلنا مخلصين، يعني الاغلبيه مخلصه دراسه واغلبيتنا متجوزين ومخلفين الحمد لله. الحمد لله. يعني انت متجوز مخلف؟ انا عندي 5 اولاد. الله بيصلي على النبي. ما يبانش عليك، ما يبانش عليك يا عبد. احنا عندنا مشكله تانية كمان، مشكله الانديه في مصر عامه، في مشكله من ناحيه المنتخب. يعني بنيجي في اوقات نخسر الانديه علشان خاطر المنتخب، لما يجي لي فاكس انا من نادي من المنتخب للنادي، في اوقات المدرب ما بيوافقش على الفاكس، ده بتبقى مشكله. بسيب النادي تاني سنه النادي بمشي من النادي. يعني هو هيثم عايز اوصل لحضرتك يعني ان احنا لما بنبقى في المنتخب وبيتبعت لنا فاكس على النادي، احنا بنلعب ملعب 11. يعني مثلا المنتخب يعني كلنا، كل اللي بيلعب منتخب مصر الكره الشاطئيه كل دول بيلعبوا ملعب 11، فلما بيجي لهم فاكس من اتحاد الكوره على النادي، في ساعات انديه كتير بترفض. يعني هيثم حصل له مشاكل في النادي بسبب موضوع المنتخب، رغم ان انا رايح امثل بلدي، يعني انا رايح العب باسم منتخب مصر. طب. فده حاجه اصلا يعني شرف، شرف لاي حد يعني بالظبط، شرف لاي حد يقول لك لا اصل دي لعبه غير اللعبه واحنا محتاجينك في الدوري. هو بحطك في موقف وقتها ايه بقى؟ للمنتخب للنادي. ما هو بيقول دي انا اول مره اسمعها الصراحه. هو حضرتك المدير الفني بيقول لك ما فيش تاجيل ماتشات، وقتها بيقول لك انا محتاجك، بيحطك في مقارنه للمنتخب النادي. وقتها احنا كلاعيبه بنختار منتخب. هل طبيعه ممارستكم لكره القدم الشاطئيه ممكن، او مش انتوا شخصيا يعني عموما اي لاعب بيلعب في ملعب 11 وبيلعب مع احنا كلنا يعني بنلعب 11 بشكل معتاد، هل في ممارسه كره القدم الشاطئيه ما يعرقل تمريناته في كره القدم لا العاديه؟ لا 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 بالعكس، ده بيخدم. المفروض ان هي بتاهله اكتر وبتزوده. هو بيخدم بالعكس، ده بيزود عندي، بيرفع عندي اللياقه البدنيه، بيرفع عندي قوه التحمل، بيرفع عندي المهاره. لا طبعا الكنترول بيعلى طبعا، لان انت بتشتغل على الرمله، لما بتطلع من الرمله التمرينه في الرمله يعني ماكسيمم 5 تمارين في النجيله طبعا. يعني انا مثلا لو اشتغلت على الرمله وحده تدريبيه اكني اشتغلت 5 وحدات تدريبيه على الملعب النجيله. طبعا التهديف بيزيد، انما هو كان حضرتك بزيد، كان في كذا لاعب فعلا عندنا عنه الموضوع ده. يمكن انا بالنسبه لي النادي عندي، انا بلعب في نادي اورنج، النادي عندي بصراحه متفاهم جدا يعني. الموضوع ده متفاهم جدا جدا، وعمره بصراحه ما اثر معايا في اي حاجه في الموضوع ده. المنتخب رقم واحد، إنا اصلا احنا بنلعب كره في مصر عشان المنتخبات بالزبط. يعني رقم واحد كلنا عايزين نخدم وانت المنتخبات، وانت هتبقى اضافه ليه لما يبقى اسمه لاعب عنده بيمثل منتخب مصر طبعا. شرف فعلا. شرف لاي نادي فعلا. شرف لاي لاعب ان هو يلبس تيشيرت منتخب مصر او يلعب باسم منتخب مصر. انا عايز اسالكم حاجه ثانيه، انتوا بتشتغلوا حاجه بجانب الرياضه ولا يعني في دخل اوريدي بيجي لكم من الاتحاد او من البطولات اللي بتاخدوها ولا منين؟ احنا بيبقى الدخل بالنسبه لنا طبعا من الاتحاد، بيبقى لما بيبقى عندنا معسكر بيبقى لنا بوكيت ماني في المعسكر، لما بنلعب بطوله بناخد مكافئات البطوله. انت عايز 5 اتحادات ترعاك بال5 عيال اللي ربنا اتحاد مين اللي هيكفيك يا عم؟ لا والله الحمد لله يا ربنا كرمنا، ربنا يرزقك برزقهم ويفرحك بيهم. انا الحمد لله يعني في شغل بره شغال فلازم مدرس تربيه رياضيه وهيثم. لا انا النادي الكوره والكوره. انت مش متجوز شكلك؟ لا لسه هيثم مش هتجوز كده، قال لك انا هو بالنسبه له الموضوع بسيط. اعتقد وانتوا تصلحوا لي مش هيكون كافي
لا لا مش هيكون لا بصراحه لا. الموضوع صعب شويه بس طبعا. احنا عايزين شويه يعني اهتمام شويه عشان يبقى في راحه نفسيه اكتر على فكره انت فكره ان بطل ومش بطل عادي بطل حاصل على بطولات يطلع يتكلم في منابر اعلاميه يقول انا محتاج دعم مادي دي مش حاجه تقللك هو ده حقك يعني ده حقك اصلا ان انت يبقى عندك الدعم المادي الكافي وان انت تقدر من خلاله يبقى فيش عراقيل ان انت تكمل المسيره انت بتمثل مصر في الاخر احنا والله كمان يعني احنا كلاعيبه حاسبينها كمان معنويا نحس ان احنا لما بنلعب باسم بلدنا بره المصريين كلهم بره بيجوا لنا بيبقوا شايلنا من على الارض شيل برجع بلدي بحس ان انا مش نفس اللي انا اخدته بره اخدته جوه بلدي طب ما انا عايز احس بيه جوه بلدي في وسط اهلي في وسط حبايبي في وسط اصحابي ايه اللي انت اخدته بره ومش لاقيه هنا او انت حتى من خلال مشاركاتكم في بطولات مختلفه وتلعبوا منتخبات دول مختلفه وكره القدم الشاطئيه ممكن تبقى يعني رياضه جماهيريه عندهم اكتر من عندنا بكتير شفتوا ايه يعني اللعيبه بره عايشه ازاي دعمها جاي منين طبيعه حياتهم عامل ازاي لا الاهتمام مختلف طبعا يعني زي الامارات زي السعوديه يعني احنا الحمد لله احنا الفرق دي المنتخبات دي كلها احنا بنكسبها احنا اقوى منهم في كل حاجه توفيق من عند ربنا بس هم عندهم الاهتمام زايد شويه عندهم الاهتمام مع البرازيل مثلا وايطاليا وفرنسا وضعهم البرازيل دول حته ثانيه الدول العربيه مهتمين اقول لحضرتك البرازيل ولا حاجه دي في حته احنا تانية. احنا كسبنا ايطاليا في كاس القارات احنا كنا لعبنا ايطاليا في كاس القارات في دبي وكسبنا ايطاليا وكسبنا اسبانيا خسرنا من البرتغال ضربات جزاء اخر ماتش مع البرازيل البرازيل كسبتنا 5-3 على الثالث والرابع في كاس القارات احنا الحمد لله انا جايب جون في البرازيل بفضل الله مصنف من احسن 10 جون في العالم احنا بنروح بره وفعلا زي ما بقول لحضرتك ارجع للنقطه دي تاني احنا بره في اهتمام بالكره الشاطئيه غير طبيعي زيها زي الملعب ال11 بالظبط بره مصر في دبي وفي السعوديه السعوديه عامله 4 بطولات ورا بعض في 3-4 شهور هما ليه من وجهه نظركم هل هي مثلا الناس بتاخدها ان هي كره قدم شاطئيه فهي حاجه ليها علاقه بالتسليه بالرفاهيه بالفن يعني انا عايز افهم الناس واخدها فكره ثانيه زي الفولي هي اللعبه كل البطولات لا يعني في بطوله افريقيا احنا لسه واخدين فضيه في افريقيا الحمد لله لاعبين نهائي مع السنغال وعندنا بطوله شمال افريقيا موزمبيق وصعدنا الحمد لله منها جداً. كاس عالم جينا من افريقيا الحمد لله ربنا كرمنا بطل العرب فبرضه الحمد لله احنا بس انت عارف يعني السؤال او التعقيب بتاع نهاوند ده ليه جاي من فين؟ جاي من فكره ان كره القدم بكل اشكالها هي معشوقه العالم كله بالظبط شاطئيه بقى ساحليه صحراويه طالما كره قدم دخلت الكوره خلاص الناس بتحب كره القدم فعلا ليه الجاب كبير قوي في الاهتمام وفي الرعايه وفي حتى في الجماهيريه والشعبيه بس بصراحه حضرتك هو بدأوا يعني بدا الاتحاد في دوري قريب دوري كره شاطئيه قريب ان شاء الله احتمال الشهر الجاي احنا نشكر بصراحه الحاج محمد ابو الوفا بامانه يعني بدعم المنتخب بصراحه بكل قوته بحاجه محترمه جدا الحاج عامر حسين معانا جهاز فني محترم جدا ما بيتعاملش معانا اللي هو جهاز فني واحنا لعيبه اللي بيتعامل معانا اخونا الكبير يعني كابتن مصطفى لطفي او كابتن احمد عيلة زي ما قلنا لحضرتك وكابتن محمد فوزي احب اوجه له 1000 مليون سلامه لسه عامل عمليه قريب مدرب الحراس كابتن عباس الدكتور محمود الدكتور اكمل اللعيبه كلهم الرجاله اخواتنا احنا نعتبر كلنا ان احنا اسره واحده زي ما انا قلت لحضرتك يعني حضرتك كابتن مصطفى سمير كابيتانو كابتن حسان ابراهيم حسن عبد الرحمن طب الوزاره دورها ايه يا هيثم محمد والله حضرتك الوزاره انا كنت يعني ما كنتش حابب ان حضرتك ما كنتش حابب ان حضرتك تقديرها من الناحيه دي لا بس على فكره احنا بص دايما لما بنستضيف ناس ونسالهم عن اي حاجه او حتى مشاكل بنقول لهم احنا مش بنسمع او بنسالكم عشان ننتقد احنا بنسمع عشان نحل وانا متاكده ان الوزاره ممثله في دكتور اشرف وانا قابلته كتير وهو يعني وزير موجود في كل الاماكن بصراحه وفي الاماكن الميدانيه على طول موجود هو موجود فعلا وتتكلم معاه عادي يعني تخش وتتكلم معاه عادي مفيش حاجه خالص فهو لو هيسمعنا وانا متاكده ان هو هيسمعنا ممكن يحل هو احنا حضرتك فقول لنا بالظبط ايه المشكله هو احنا والله هو يعني احنا كنا متعودين منه دايما ان هو في ظهر في ظهر اي حاجه ناجحه كويس ودايما بيبقى سبب رئيسي احنا كنا عشمانين بس في ان هو لما رجعنا من بطوله افريقيا وصاعدين كاس عالم كاس احنا بنشوفه يعني احنا لما انا ببقى قاعد في وسط ولادي في البيت مع زوجتي واولادي بتفرج على التلفزيون بلاقيه في كل حته بيكرم كل لعبه طب احنا صاعدين كاس عالم وانجاز 17 سنه اول مره تحصل في تاريخ مصر
العالم كله بره بارك لنا، يعني العالم كله، العرب، الكويت، زمايلنا بتوع منتخب الكويت كلمونا باركوا لنا، زمايلنا بتوع السعوديه، بتوع الامارات، لان اول مره تحصل. احنا حاولنا كتير، كنا دايما ناخد برونزيه، دايما برونزيه في افريقيا، واللي بيصعد اول وتاني بس اللي بيصعدوا كاس عالم، نظام البطوله كده. فكانت تيجي على اخر مره في سيمي فاينل، يعني في سيمي فاينل كان في شرم الشيخ، خسرنا من نيجيريا في اخر 20 ثانيه. طب انتوا تواصلتوا مع الوزاره؟ لا بصراحه قلتوا لها، قلتوا يعني هو احنا محدش يتواصل معانا، قلت لهم الكلمتين دول؟ لا 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 ما فيش ولا حد يتواصل معانا ولا. بس احنا بصراحه الاتحاد الكوره، انا كمحمد يعني من كباتن المنتخب بشكرهم جدا، بشكر طبعا زي ما الكابتن هيثم قال، بشكر الحاج محمد ابو الوفا. بصراحه الحاج محمد ابو الوفا يعني عايز اقول لحضرتك في ظهرنا في كل حاجه، ما بنلحقش نطلب الحاجه باللي عملها لنا بصراحه. يعني انا مش عارف لما مهما نشكر فيه على اللي هو عمله، ان هو الحاج عامر حسين، احنا بنروح معسكرات في اسكندريه. ماشي، هم مين دول؟ الحاج محمد ابو الوفا عضو اتحاد الكوره، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، ومجلس اداره الحاج عامر حسين، عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ورئيس لجنه المسابقات. الحاج عامر حسين. انتوا بتتكلموا على الاتحاد؟ هقول لك اللخبطه دي، كلمه الحاج هنا. بالظبط كده، هو ده هو بره المجال. يعني حضرتك ان احنا عيله، بتقول له الحاج احنا، عشان احنا زي ما قلنا لحضرتك احنا عيله، فما بنقولش يعني زي ما متعودين واحنا قاعدين مع بعض، فالكلام بيبقى على المعتاد. بنقول لحضرتك ان احنا اسره كلنا. تمام، احنا اللعيبه كلنا واسره. هي دي نقطه ايجابيه اللي انت بتتكلم. لا لا بصراحه هو على طول معانا، ويعني عمرهم ما قصروا معانا في حاجه. والحاج عامر حسين برضو يعني انا كلمه الحاج على لسانه. لا لا طبعا، لا هو الناس القريبين بيقولوا لهم الحاج. انا عارفه بس يعني ما ربطتش كمان. بصراحه لا فهم بصراحه حتى ما بنروح اسكندريه فعلا، لا احنا بنحس ان احنا منتخب مصر. احنا فعلا اسكندريه اهتمام اهتمام، ملعب عملوا لنا ملعب، ما كانش عندنا ملعب شاطئيه يليق بمنتخب مصر. لا اسكندريه، وبشكر منطقه اسكندريه، سيدي بشر. الله الله الله. لا لا جميله، وجوه على البحر وحاجه كده. اسكندريه عشان اسكندراني برضه، انت عارف اللوكيشن فين. ايوه كنت تقولي قاعد بشجعكم بره مره من المرات. وعايزين نقول لكابتن محمد فوزي طبعا، هو مدرب حراس مرمى وكان كابيتانه بتاعنا في المنتخب، بعد بنقول له الف سلامه عليه طبعا، ان هو لسه عامل عمليه من يومين بعد ما رجعنا من كاس العرب. هي دي طبعا حضرتك الضريبه بتاعت البطوله. الحمد لله وشكر لله، يعني ربنا امهلنا بالسلامه. وكابتن هيثم برضه كمل على كلامه، احنا بنحب نشكر كابتن احمد ابو سريع، بعدها بنشكر كابتن مصطفى لطفي المدير الفني. كابتن احمد ابو سريع برضه معانا بصراحه، يعني اخ في الملعب وبره الملعب، بيكملنا على طول، لحقنا على طول بصراحه. يعني احنا مش قادرين مهما نشكر في الجهاز الفني وفي الحاجه يا عامر والحاجه محمد، مش هنديهم حقهم بصراحه. انتوا بالمناسبه حد معاكم في المنتخب، منتخب الكره الشاطئيه، بيلعب كره قدم عاديه في نادي من النوادي؟ يعني انت بتلعب في نادي اورنج، بتقول معاكم حد معانا؟ كابتن باولو، حسام باولو. حسام باولو اوكي، هداف الدوري الممتاز، ونادي الزمالك، ونادي سموحه، ونادي الداخليه، وكان معانا كابتن عبد الواحد السيد. ده كابتن احمد ابو سريع وعبد الرحمن. طبعا دي بعد البطوله. ده هيثم اخيرا شفناك مبتسم. اخيرا شفناك مبتسم يا استاذ. دي احنا في الفندق، دي بعد ما خلصنا البطوله واحنا لما رجعنا الفندق. الحمد لله. ده الملعب حضرتك، الملعب حاجة عندنا صعب جدا بتعمله، ده مش سهل. سمك الملعب بيبقى 40 سنتي رمل. الحاج يعني محمد 40. ده الحاج محمد ابو الوفا بقى، وكابتن مصطفى لطفي، كابتن احمد ابو سريع، ده الكل في الكل، محمد السيد حارس المرمى، كابتن زيزو حارس المرمى، اسلام اينو دوت مسؤول المهمات. ده بصراحه جندي مجهول في المنتخب، ده الكل في الكل صراحه، يعني جندي مجهول، حاجه محترمه بصراحه، حاجه يعني عيله فعلا. واضح ان الروح عندكم حلوه، ودي والدعم المعنوي اللي بتتلقوه ده اهم حاجه، يمكن هو ده اللي بيديكوا البوش. ده اللي منجحنا، هي اللعبه بتاعتنا لو ما فيهاش روح معنويه يعني عاليه، او حب، او يعني احنا اصل اللعبه دي لو احنا خدناها كمشقه ما حدش هيمتك فيها اي حاجه، انما احنا بناخدها باستمتاع. كره شاطئيه لعبه ممتعه جدا، كلها يعني لعب جماليه. هي اصعب بالمناسبه من الكره علاش الملعب ماشي على الرمله اصلا. بالظبط، هي منها خمس دقايق من الملعب الكبير. لو انا لعبت دي هنا اكن لعبت. بقول لحضرتك سمك ارتفاع الرمله عن الارض 40 سنتي. ليها تدريبات مختلفه. طبعا هي معانا مدربين، بس احنا معانا مدربين بنلعب كوره متعة. احنا كلنا احنا عندنا كابتن مصطفى كرة. ولا هيثم عايز يقول ان كابتن مصطفى وكابتن احمد ابو سعيد دايما اللي بيتكلموا معانا، العب ومتع نفسك.
لما تمتع نفسك الانتاج هيجي. وبنشوف احنا كمشاهدين او متابعين لماتشات كره القدم الشاطئيه بنشوف جماليات بتمتعنا احنا كمان. يعني الالعاب الهوائيه في كره القدم الشاطئيه الدبل تيك من دول ياخد قلوب اللي بيتفرجوا. ملك الحمد لله منطقتك انت الحمد لله والله. هو بص الموضوع كله موضوع يعني طبعا شغل ملعب وتدريب كتير عليها وبعدين توفيق ربنا بقى. انت بتفرق معاك في لحظه يعني هو التقدير في لحظه ممكن مره يعني انا اسف بلغه الكوره تلبس في وش رجلك في المقص نفس اللعبه ما تلبس ما هو انما انت حضرتك بتشتغل عليها والتوفيق بتاع ربنا طبعا في الاول وفي الاخر يعني الحمد لله. يعني بعد 17 سنه الحمد لله والانجازات اللي انتوا بتحققوها اتمنى ان الموضوع ياخد ليفل تاني خالص واتمنى من خلال قناه النادي الاهلي و10 صبح في الاهلي تحديدا ان بعد هذا او هذا اللقاء يعني يبقى فيه جديد يبقى سواء من اهتمام من قبل وزاره الشباب والرياضه وانا عارفه ان ده هيحصل بالمناسبه لان حصل قبل كده مع الزمالك او من خلال طبعا النتائج والاهتمام الاعلامي والجماهيري دي حاجه انا بتمناها على هو معايا الوزير بارك لنا على البطوله العربيه على 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 تغريده كده برده بارك لنا على البطوله العربيه طيب. بس احنا كنا عارف سامعين ان هو هيقابلنا وهيقعد معانا ويكرمنا انتوا حابين تقابلوه يعني وده طبعا اكيد طبعا احنا يعني شرف لينا طبعا ان احنا نقعد مع معالي الوزير بس يعني احنا فعايزين نحس ان احنا عملنا حاجه لمصر ده مهم كمان ان سياده الوزير يعني يفهم بالظبط انتوا طلباتكم ايه النواقص اللي عندكم ايه طالما انتوا بتحققوا الانجازات دي وعلى مستوى الدولي في ظل يعني قله الاشكال الدعم المختلفه ما بالك لو وفرناها فان شاء الله يحصل وعن قريب وان شاء الله تنورونا مره ثانيه ونجاحات جديده نتكلم معاكم عليها انا حابب اشكر قناه النادي الاهلي اللي فعلا دايما كده في تالق وفي تقدم وحابب اشكر البرنامج الجميل اللي هو مش سايب اي حاجه بصراحه يعني وحابب اشكر حضراتكم جدا على اهتمامكم بجد مبسوطين جدا ان احنا قعدنا معاكم النهارده والله ده دورنا والله بالعكس انتوا اللي مشرفينا مش احنا اللي مشرفين انتوا اللي مشرفينا والاهم مننا كله التوفيق ان شاء الله لفريق الاهلي وان شاء الله نرجع بالبطوله ايوه ويبقى لينا لقاء اخر ان شاء الله البطوله تكون ببركه الاهلي وبطوله افريقيا ان شاء الله ده الاهم ان شاء الله باذن الله نورتونا وشرفتونا وان شاء الله نشوفكم على خير وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع نكمل الكلام اتفضل